السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم ويا رب دايما تكونوا بخير. في الفيديو ده إن شاء الله هنستعرض ملف إكسل هيسهل كتير من شغل المعمل. كنا أخدنا في فيديو قبل كده في هذه السلسلة إزاي نعمل كاليبريشن كيرف، وكان المثال بتاعنا على جهاز UV Visible Spectrophotometer، وخدنا تحديدا النترات في المية. الفيديو السابق يعتبر الأساس للي هنشتغله النهاردة، فلو ما شفتوش يا ريت ترجع له. الفكره في الفيديو ده ان بيجمع الكاليبريشن كيرفز اللي اتعملت في كل المعمل، هنا تقريبا 12 كيرف لقياسات مختلفه. مش بس كده، كمان نوع السامبل، هناك كنا خدنا ان احنا بنقيس في ميه بس، طب ماذا لو كان في اختلاف؟ كنت ساعات بشتغل بليكويد وساعات بشتغل بسوليد. طيب لو بشتغل بتركيزات عاليه اكيد هحتاج ان انا اعمل تخفيفات، فبناء عليه لو بشتغل مثلا بسوليد سامبل هلاقي ان هنا بقى في سامبل ويت. السامبل ويت ده ممكن اخففه عن طريق ان انا اخد فوليوم من التحضير الاساسي وبعد كده ابدا اقيس بيه. مش بس كده، انا ممكن اكون بقيس في وحدات مختلفه، بما ان ممكن يكون عندي تركيزات عاليه ممكن ساعتها الملي جرام بير لتر ما تبقاش كفايه، او البارت بير مليون في حاله السوليد سامبلز ما تبقاش كفايه، وساعتها ممكن احتاج اقيس ويت بيرسنت في حاله السوليد سامبلز او جرام بير لتر في حاله الليكويد سامبلز. مش بس كده، ايه الاضافات اللي بتضاف في كل تجربه؟ هتبان للراجل اللي شغال، فبالتالي لما اشتغل ممكن يكون انا اللي بشتغل وبنسى ايه الاضافات، او غير اللي بيشتغل فيعرفها، وممكن كمان نزود ايه الخطوات بتاعه التجربه. نبدا بمثال، نفترض ان عاوز اقيس حديد في ميه. نبص تحت على الانفورميشن بتاعه هذه الميثود، الويف لينث عند 546، الاسلوب محطوط قدامنا. احنا جبنا الاسلوب ازاي؟ عملنا نفس اللي عملناه في الفيديو بتاع النطارات لكل هذه التجارب، بمعنى اتعمل سيت كامل من الستاندردز لكل هذه التجارب، وتم اضافه كل الريجنتس عليها، وتم عمل كاليبريشن كيرف، وتم تسجيل الاسلوب ليها. فمعنى كده ان ده ملخص شغل عملي كتير. وبالرغم من ان هذه الكيرفات هي كيرفات حقيقيه وكيرفات معموله بشكل كويس وليها كوفيشنت اوف ديترمينيشن ار سكوير عالي، الا انها مناسبه فقط للمعمل اللي عملها. ليه؟ لان الريجنتس اللي استخدمها المعمل ده هي الريجنتس بتاعته على الاجهزه بتاعته، فبناء عليه الارقام اللي هنا هي تعتبر مجرد ريفرنس لحضرتك. انما عشان حضرتك تشتغل على جهاز عندك لازم تعمل الكاليبريشن كيرف بنفسك. ولذلك احنا في النهايه هنسيب لحضرتك تمبلت فقط هتسقط فيه البيانات، وهنعرفك ازاي تعدل فيها بحيث تناسب الشغل اللي عند حضرتك. الاضافات اللي بتضاف في هذه التجربه واضحه قدامنا، في 5 اضافات. جزء اضافه الحامض والصودا والبفر بي اتش، كل دي عشان ظبطه البي اتش. اهم اضافتين عندنا الهيدروكسيل امونيوم كلورايد، وده ريديوسنج ايجنت عشان لو في فيريك ايونز في الميه بيحولها لفرس، لان التجربه دي بيزد على تكوين كومبلكس ما بين الحديد في الميه ولكن في صوره الفيرس ايونز. الفيرس ايونز بتعمل كومبلكس ملون لونه احمر مع 2 داش بايبيريدين. كده عرفنا ملخص التجربه. نوع السامبل هي ليكويد عينات ميه، فبناء عليه بدا يظهر تحت ان انا محتاج اضيف الفوليوم اللي هشتغل بيه في الملي. هقول مثلا ان انا هشتغل 50 ملي سامبل. الابزوربنس اللي طلعت على الجهاز، طبعا الحديد في الميه متوقع ان تركيزه يبقى قليل، فهنقول ابزوربنس قليل كان 5 من 100. لحد دلوقتي هو ما حسبش الكونسنتريشن رغم ان انا اديت له كل البيانات المطلوبه، وده ليه؟ لاني ما حطيتش اليونت. وزي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات، الكيرفات في المعمل ده كلها معموله ابزوربنس اجينست كونسنتريشن كملي جرام، وانا واخد فوليوم 50 ملي، فمعنى كده ان انسب وحده هنا تكون الملي جرام بير لتر. بارت بير مليون هتبقى مناسبه امتى؟ لما ابقى بادئ بسوليد سامبل، لان البارت بير مليون هي ويت باي ويت، بمجرد ما اخترت الوحده ملي جرام بير لتر اداني تركيز الحديد اللي هو 65 من 100 ملي جرام بير لتر ايرن في الميه. ناخد مثال تاني، ان انا عندي خامه سوليد وعاوز اقيس فيها الصلفيت، والتيست ميثود بتاع هذه الخامه بيقول ان انا ممكن عادي استخدم الكيرف بتاع الصلفيت في الميه. اخترنا تجربه وشفنا الاضافات، والفكره في هذه التجربه ان عشان اكشف على الصلفيت بضيف باريوم كلورايد لحد ليميت معين، بيتكون باريوم صلفيت كسسبنشن، واللي بيساعد ان هو يبقى سسبندد وجود الجليسرول، حاجه تقيله تخليه سسبندد ما يحصلوش بريسبتيشن، وده لحد تركيزات معينه ما تبقاش تركيزات عاليه قوي. نوع السامبل اتفقنا انها تبقى سوليد. السامبل ويت نقول 1 جرام، وهنفترض هنا ان التركيز بتاع الصلفيت عالي، فلما التركيز هيبقى عالي انا هحتاج اخفف. نقول 1 جرام دوت هاخده في فلاسكه 250 مللي، ميجرنج فلاسك 250، وبعد كده من الفلاسكه ال 250 دي هاخد منها 25 مللي، دي اللي هحط عليها الاضافات واكمل الميجرنج فلاسك اللي هي بتاعت القياس. الابزوربنس نقول قياس قليل، نقول اقل من 1 من 10، 8 من 100 مثلا. الكونسنتريشن يونت انا عندي العينه سوليد، واتفقنا ان القياس في الاساس مبني على مللي جرام، فده ويت باي ويت، فبناء عليه
مش هينفع اشتغل مللي جرام بر لتر ولا جرام بر لتر، انسب حاجه يا بارت بر مليون يا اما ويت بيرسنت. نجرب بارت بر مليون، واضح هنا ان الرقم عالي 6000 بي بي ام، ولو حولناها لويت بيرسنت فانا عندي 6.10% ويت بيرسنت سلفيت في هذه العين. ولان همشارك مع حضرتك تمبلت فاضي فلازم تفهم الملف اتبنى ازاي. فكره عمل الملف هنقولها باختصار. اول حاجه عشان نحط التست ميثودز كلها تحت بعض كده، احنا عملنا دروب داون ليست من قائمه الداتا، الداتا فاليديشن، وفي فيديو صغير كنا شرحنا فيه ازاي نعمل الدروب داون ليست. في فانكشن تانية استخدمناها كتير قوي هنا اللي هي في لوك اب فانكشن. يعني مثلا لو شفنا هنا انا لما بغير ادي ليكويد، فهو مختار هنا سامبل فوليوم وسطها بالملي، ولو غيرتها سوليد تحت غير خلاها سامبل ويت وبالجرام. لو وقفت هنا على السامبل ويت هلاقي اني مستخدم الفيو لوك اب فانكشن، بيعمل سيرش على كلمه السوليد في تيبل اري هنوريه لحضراتكم حالا. ده اللي فيه الداتا بتاعتنا تحت مجموعه البيانات اللي اشتغلنا بيها. كل ما يخص الحسابات وتعريف الميثود واضافات الريجنتس جايبينها من الجزء اللي تحت اللي احنا معلمينه بالاحمر ده. وفي برضه فيديو شورت صغير كنا قلنا ازاي نستخدم الفيو لوك اب فانكشن وازاي نحط كل ارجيومنت من الاربعه بتوعها. طبعا الابزوربنس ده مجرد قياس، الدايليوشن زي ما خدنا بالنا ان احنا سواء كان في دايليوشن او مفيش ما كانش بيدينا ايرور. ودي بتيجي ازاي؟ بستخدم لوجيك فانكشنز اف واف ايرور، عامل الحسبه مرتين تحت، مره لو في دايليوشن يحسبها ومره لو مفيش دايليوشن يحسبها، وفوق بخليه يختار امتى يشتغل باللي فيها دايليوشن وامتى يشتغل باللي ما فيهاش دايليوشن. في النهايه ازاي حضرتك تحط الداتا بتاعت الشغل بتاع حضرتك. نبص هنا اصلا في الجزء اللي خاص بالميثود، هنلاقي في البدايه اسم تيست ميثود، الويف لينس، الفاكتور والاضافات. دي الحاجات اللي هامه بالنسبه لحضرتك، واهمهم على الاطلاق التيست ميثود والفاكتور. فاذا كنت حضرتك الفاكتور في حالتنا كان مقلوب لسلوب، ورجاء اذا كنت حضرتك مش عارف جت منين ارجع للفيديو اللي فات عشان تعرف ليه شغالين بمقلوب لسلوب. الجزء اللي حضرتك هتستبدله فقط كل الجزء ده اللي هو خاص بالتست ميثودز فقط، لانها دي اللي خاصه بالمعمل. ما يخص السامبل ديفينيشنز واليونتس والحسابات خليها زي ما هي، احنا هنمسح دي. فبناء عليها حضرتك لو طلعنا فوق تاني هنلاقي الليست بقت فاضيه وما عادش فيه اي حسابات. نبدا نحط ارقام تخيليه، وليكن مثلا نقول بنقيس بلاد شوجر، هنقول بتشتغل عند ويف لينس 570 نانومتر والفاكتور 6.10. الاضافات حضرتك ممكن تحطها او ممكن تحط خطوات، ممكن تستبدل الريجنت دي وتخليها الخطوه رقم واحد وفوق تعرفها انها خطوات مش اضافات. نبدا نطلع فوق هنشوف في الليست هنا مفيش غير البلاد شوجر بس، لان بقت تجربه واحده بس. طبعا احنا شغالين بليكويد، الوحده هتكون ملي جرام بر لتر، رغم ان معظم القياسات الطبيه بتقيس ملي جرام بر دي سي لتر. وطبعا يجب التنبيه هنا ان الارقام اللي حطيناها حاليا دي مجرد ارقام كده عشوائيه، لا ده الويف لينس اللي بيشتغل عنده التجربه ولا دي ارقام حقيقيه. وقتها حضرتك تحط الويف لينس المظبوط بتاعك وتحط الابزوربنس اللي طلع معاك، ولو عاوز تغير اليونت تخليها ملي جرام بر دي سي لتر بشكل مباشر عشان تديك النتيجه اللي متعود عليها يفضل. طبعا المثال كان لمجرد توضيح ازاي حضرتك تعمل كاستمايزيشن للملف بحيث ان يكون مناسب لحضرتك. ختاما ازاي حضرتك تحصل على الملف، اللينك هنبقى سايبينه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. هيفتح معاك في جوجل شيتس بالشكل ده من قائمه فايل، اعمل له داونلود كمايكروسوفت اكسل. اول ما يحصل داونلود الملف احنا مسمينه يو في فيزبل تمبلت، وطبعا زي ما فهمنا ان هو كمان ممكن نستخدمه في اجهزه اخرى غير اليو في فيزبل. اهم حاجه يكون ان الكاليبريشن كيرف محسوب على الريسبونس بتاع الجهاز اجينست ملي جرام كونسنتريشن. نديله انيبل اديتنج، بقى لحضرتك الفول اكسس عليه. طبعا وهو تمبلت كده مفيش تجارب هنا، هنلاقي بس اللي شغال معانا السامبل طيب ليكويد ولا سوليد، وهنلاقي الاختيارات اللي مرتبطه بيها شغاله برضو، وهنلاقي نوع الوحده شغال وبيحسب كمان. اللي فاضل ان حضرتك تبدا تنزل الجدول اللي قلناه تحت، تبدا تحط التيست ميثود بتاعتك، الويف لينس، الفاكتور، دي اهم حاجه. لو عاوز تضيف الريجنتس ضيفها، ولو مش عاوز ممكن تلغيها بالشكل اللي يناسب الشغل عند حضرتك. نتمنى في النهايه ان الملف يكون مفيد لحضراتكم، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.